بيقول لي محمد صلاح قال لك ايه؟ لا والله يعني جالي الأوضة، يعني اللعيبة كلهم جولي الأوضة، يعني قال لي لو احتجت أي حاجة تعال قول لي متتكسفش. يعني لا يعني، واللعيبة كلها بصراحة يعني طبعا في قمة الأدب والاحترام، يعني كلهم يعني وقفوا جنبي وإن شاء الله هترجعوا، ده عادي وحجازي وتريزيجي كلهم وحمدي لا فتحي انت ده. كمان حجازي كمان، خلي بالك اه يعني مرتين بالظبط ثلاثة، فيعني ممكن يقول لك اللي هيحصل. بالظبط، ده حقيقة. واخواتي يعني هم كل المنتخب كله اخواتي، بس الاثنين دول يعني خاصة مين؟ حمدي فتحي حمدي فتحي واحمد حجازي والسولية والسولية، والسولية. طبعا قلت لك كلهم اخواتي يعني، طبعا لكن طبعا. الاثنين دول يعني اقرب ليا، ومهند شايفين يعني، بس حمدي عشان خاطر دايما ببقى معاه يعني، عامل معايا حاجات كتير يعني ما ينفعش اقولها، لكن ربنا يا رب يجازيه خير. بس ربنا يجازيه خير، ويعني كلهم كلهم ان شاء الله الحقيقة. يرجعوا باذن الله ويعملوا بطوله كويسه، ويرجعوا ان شاء الله بالكاس نعم، يعني ونرفع ان شاء الله اسم مصر فوق باذن الله. يا رب.